لا عشان زعل الآن ننتقل إلى الشاعر علي بن سعيد. يلا حاضرين. ايش من القصايد تبغون؟ نبغي قصيدة وهي غزلية، سمعنا. والله لا بأس. يقول في قصيدة: يا ونته من زود وجد حلبي، أصطبت وأنا في الهوى غرقاني، مشيت قيلا من فؤاد مرتبي، وخذيت شرحا من كتب ديواني، من قصة البصري وخبر لي عربي، وتاويل عن شرط الهوى وعنواني. عنوان وعرفت أنه المودة تتعبي، رمح دريم وهاري سناني، وشفت الذي شوفه كمل ومعيبي، ولد الدمان وقايد الغزلاني، وعند التماس مثل يد بالكهربي اللي مشوط في يدين إنساني. وعليه جمال والجمال معذبي، ويزيد عن وصف الحسن بحساني، وتمثيل وصفه مثل صوغ الناعبي، ليضربوا به مثل عرباني، وشل خبره في ديار المغربي، وشرق واصل جلة الإيراني.